اخواني المتابعين، اخواتي المتابعات، كتشوفوا معايا انا دابا الان الاخوان وصلت للمنتجع ديال عيون ام الربيع. اللهم بارك الاخوان، شوفوا الماء. الله 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 الله، شوفوا الاخوان اللي بغى الراحه النفسيه ديالو يجي يزور هذا المنتجع ديال عيون ام الربيع. شتا الاخوان، الناس فين مخيمين والناس فين جالسين، غير هو حاجه الاخوان كما قلت لكم، وهو البنيه التحتيه ديال الطريق ما كايناش. ملي كتوصلوا، انا دابا فاش جيت من الضيا ديال اكل منازكزا كان الطريق مزيانه حتى كنوصل المدخل ديال عيون ام الربيع. مع الاسف كنلقى الطريق بيست، تلقى الطريق بيست وكنلقاها محفره وجاي لها الناس بواحد الكثره، يعني جاي لها الناس بزاف اللي جاي لها الناس، ولكن مع الاسف الاخوان ما كاينش تهلو. انتم شوفوا هذه القنطره، هي هنايا انت القنطره ما مقاداش مزيان، ما لا حول ولا قوه الا بالله. يعني منتجع جميل جدا والناس جايين ياخذوا راحتهم تمايا حدا الماء، كاين الناس كيكريو المحلات تمايا حدا الماء، يعني توصل يديك في وسط الماء ويمكن لك تجلس ورجلك تحطهم في وسط الماء. زعما واحد المنظر جميل جدا، نادم ياخذ الراحه ديالو تما. انتما كما كتشوفوا الطريق كلها عامره، ما يلقيتش فين ستاسيوني، ما لقيتش فين بلاصه السياره كاع. الطريق كلها عامره على واحد الجهه وجهه ممنوع يعني توقف فيها لانك غادي تسد الطريق. ولكن الاخوان كما قلت لكم، ما مهلينش في ذاك المنتجع. انا بغيت نهبط لهنايا ناخذ لكم قرب شويه من المشاهدين من بعد الصور هنايا. ساعه لقيت هذوك الناس كارين البلاصه تما، ما بغونيش كاع نهبط من تما، قال لك سير دور من جهه اخرى. طلع شوفوا الاخوان، حتى البلايص ملي كتهبط ما ماشي شي بلايص ديال اللي في المستوى. انا الاخوان مشيت دابا من هنايا، مشيت طلعت لفوق هنايا باش نقربكم شويه من حتى الباركين عامر، ما كاينش فين توقف، كيف توقف كاع السياره ديالك ما كاينش فين توقفها. هنايا مانعينو باش ما يوقفوش فيه السيارات هذا المكان هذا. يلا بعض الدراجات اللي راهما كاينين هنايا، واحد المصور هنايا داير بغا يتصور فوق العود. هاد جنب الواد هذا الاخوان كل الناس راه جالسين فيه من التحت ديالو. هاد الشجره اللي كتشوفوا دابا هنايا راه كاينين بانيين تما بحال الشكل ديال، ايش نقول لكم الاخوان، عشات تما، يعني مسايبين جلسات بالقصاب والخشب وداكشي ومقادين داكشي ومدصين البليصه فين كيجلسوا الناس. شيء جميل داكشي، روعه يا الاخوان. وكاين بعض البلايص هنا راه دايرين النات، الدراري كتلقاهم هنايا تيعوموا مع راسهم الدراري هنايا في واحد هنايا مجموع الماء، هنا واحد الضايه هنايا من هذاك العيون نيت. شوف تبارك الله شحال ديال الماء، مياه زرقاء وبارده، الدراري تيعوموا هنايا مع راسهم. وشوفوا العيون منين جاي الماء، شتو الاخوان. وهانتوما تاني هنا الناس فين ساكنين هنايا، وكاين واحد العيون جايين تاني من هاد الجهة اللي هنا على اليمين، والعيون الكبار هما هادو اللي على اليسار، هما هادو. وانا غادي نطلع حتى الفوق هنايا، تلقى تاني الناس الفوق دايرين واحد البلاصة بحال بيسين صغير مجموع فيه الماء، تيعمو فيه الوليدات مع الأمهات ديالهم وداكشي. هاد البلاصة الإخوان هاد الساحة كانت باركين وسدوها، ها هما هنا قلت لكم الإخوان، هنا دار العين الفوقانية هادي. شوف شوف الناس فين جالسين، شوف جالسين حدا الماء. اللهم بارك الماء بارد الإخوان. هنا هادي راه عين جاية تاني من هنايا وهابطة ومتلاقية مع ديك العين الأخرى. بوجنات موجودين، المحلات فين يجلس الإنسان موجودين، اللي بغا ياخد شي سوفونير شي ديكورات هنايا ديال هاد المناطق هنايا موجودين. الفران الإخوان هما الفران بلدي، ها شتوه الفران هنا بلديين، والخبز بلدي ها شتوه الخبز. اللهم بارك، اللهم دوم هاني عمال يا إخوان. الخبز موجود، مول السفنج تا هو موجود، مول القهوة موجود، المحلات التجارية موجودة، كل شيء موفر الإخوان هنايا. الحاجة اللي بغيتيها كاينة أنت الإخوان، كل شيء موجود هنايا، كل شيء كاين والحمد لله.
يعني شيء جميل. ومع ذلك الإخوان هانتوما شوفوا اللي باش يسولوني، راهو موجود هنايا، وهذا واحد السفنج تا هو كاين هنايا، هو هنايا مو السفنج البيني. وكاين هنا تاني في هاد الهبطة كاين تاني محلات تجارية ومالي الماكلة ومالي الطويجنات، ولكن كما قلت لكم الاخوان واخا ما يعني الطرقان ما مازال ما مقادينهمش مزيان، نتمنى باش تكون واحد الالتفات لهذا المنتجع الجميل، تكون في واحد البنيه تحتيه رائعه وواحد طريق مزيانه تشجع السياحه وتشجع الناس باش يجوا يشوفوا البلاد ويزوروا هذه المناطق الجبليه. راه كاين الناس اللي حدا البحر تيبغيو، لان البحر دائما حداهم، بقا كيبغيو يمشي يبدلوا شويه، كيبغيو يمشيو يشوفوا المناطق الجبليه، لان ملي كيكون الانسان ساكن حدا البحر تيفضل المناطق الجبليه باش يجي يشوفها، لان البحر هو وحده تيرجع من هنا ويمشي للبحر. كما قلت لكم الاخوان هنا غادي نهبط ندير واحد الدوره هنايا، هما وروني الطريق، غادي ندخل هنا نهبط هاد البلايص اللي كتشوفوا كلهم ساكنين فيهم الناس، هنا الجلسات هادو، شوف الجلسات بحال هكا كتخرجك للواد. انا غادي نهبط من هنا ونخرج هنا ونطل في الواد. ها انتم شوفوا واحد كاين واحد القطره هي ديال الخشب، شوف شحال ديال الماء تبارك الله، اللهم بارك، شوف 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 شحال ديال الماء. هذه القنطره الا بغيتي تقطع من جهه لجهه، وهاد المناطق كامل اللي كتشوفوا هنايا احدى الشجر هذا راه كتلقاو فيهم الناس مصايبين فيهم السكنه. شوف ها انتم الناس فين جالسين هنا، شوف الناس فين جالسين هنايا والناس فين جالسين تاني هنا على اليسار. شيء جميل الاخوان، ها شوف 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 الناس فين جالسين، شوف هنا تاني الدروج. انا راجع دابا هنا باش نطلع نعاود نطلع. تحيه لكم جميعا الاخوان، وخليكم مكملين معايا المقطع. شوفوا هنايا راه تاني كاين الناس، راه هما ساكنين الناس في هاد البلايص اللي كتشوفوا هنايا مغطين بالشجر وبالقصب وداكشي، راه تما ساكنين الناس. ولكن يا الاخوان راه الطريق كما كشفتوا معايا، طريق الدخله ديالها طريق كارثيه، طريق يعني ما كاينه شي طريق مقاده، بالاخص في هذه المنطقه ديال العين. انتم شوفوا هنا البيست، حشومه تكون هذه المنطقه هذه تكون بيست، على الاقل هنا تكون واحد الباساج هنا بالبيطون، ويكون واحد كراسه هنا الناس يشوفوا، او يكون غير واحد الحاجز يكون داكشي مدصص الناس يبقوا يمكن اللي يوقفوا هنا ويتمنظروا يشوفوا في هذا الواد هذا، في هذه العيون اللي غاديين معهم الماء. تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات. وما تنساوش الاخوان دعمونا باشتراك القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد، ما تنساوش الاعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس امرا. تحية لكم جميعا اينما كنتم، شتو الناس فين ساكنين الاخوان، هاهم تحت من هاد الشي اللي كنشوفو هنا، راه ساكنين الناس تمايا. وعامرة الاخوان، انا جيت ليها دابا ما لقيتش فين ستاسيوني السيارة، لقيت كلشي عامر. شوف الناس هاد البلاصة اللي كنشوفو هنا فيها القصب، راه الناس ساكنين تما جالسين كارين كيكرو دوك المحلات تما. كان الكرا الاخوان من على حسب 150 درهم 250 درهم 200 درهم، وفيها طاجين ديال الغدا تيكري لك البلاصه وتيقول لك معها الماكله. هانتوما شوفوا الاخوان هنا، انا كنت خارج دابا غادي في حالتي، شوفوا الطريق كيفاش دايره، طريق كارثه هنايا، طريق راه هي ما هي بيست ما هي غودرون، ها هي كلها محفره. انا الاخوان دابا هنايا خارج باش نشد الطريق هنايا، وكاينين فنادق وكاينين، شوفوا الطريق عامره عامره، الناس جايين مع ذلك عاجبهم المكان وجايين. نتمنى من وزاره السياحه تاخذ بعين الاعتبار هذه المنطقه السياحيه وهذا المنتجع السياحي الرائع، بعين الاعتبار تكون واحد تعطي واحد الاهميه، تكون الطريق مقدم مزيان. فرجه ممتعه الاخوان، والى فيديو قادم ان شاء الله. وغادي تشوفوا معايا الطريق من هنا منين نخرجوا، شوفوا معايا الطريق اللي غادي يديكم العين اللوح، والطريق اللي تخرجكم لمريرتي. انتما شوفوا معايا الطريق على اخوان هنا، انتما طريق شويه ديال القدره القديم، وكاين شقق مفروشه للكراء، وكاين فندق هنايا ولا فنادق. المهم ديروا الاخوان راه كاينين هنايا، شوفوا الطريق على اخوان هي مملوءه، يعني ما عندكش فين توقف هنايا، كلشي الحديد واقفين على جهه وحده. انتما شفتوا معايا
يعني الحمد لله مع ذلك راه كلشي موفر هنايا، الناس غير كما قلت لكم الطريق ما مقاداش مزيان، من هنا حتى العيون ما كايناش شي طريق مزيانه، بنادم ما يتمشى بشويه عليه وصافي. ما نتمنى باش تكون يعني داكشي يكون مدصص مزيان، تكون الطريق مزيانه، تكون الجنبات ديال الطريق مزيانين، يكون الاناره مزيانه، يعني تكون الطريق متسع مزيان، باش تشجع السياحه الداخليه والخارجيه باش يجيو يشوفوا هذا المنتجع الجميل ديال عيون المربيع. تحياتي لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، والى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.